السلام عليكم، مرحبا من جديد. الخطاب السياسي اللي في سنوات 90 لما كان يعني فلت من ايادي النظام، مبقاش في يديهم، هل الخطاب هذا لما فلت من يديهم قال لك ده ضد تسييس الدين وضد الخطاب السياسي وكذا، ووصلوا بهم الحال الى يعني الزج بالبلاد في حرب اهليه. صرا واش صرا، سال الدم، ماتوا الناس، ولما ماتوا الناس ما مات حتى جنرال، ما مات حتى واحد من العائلات تاع جنرالات اللي زجوا بالبلاد في، وراحوا داروا ميليشيات وداروا الاخر لي باتريوت وداروا يعني الشناب كلش باش تخرج الجزائريين ياكلوا بعضها. اليوم ومازال يقول لك كان ارهاب، مازال يقول لك كان ارهاب اسلامي، يعني بالنسبه اليوم هذا الخطاب الديني، ومازال يتهموا حتى منظمه يعني تنظيم سياسي ما عنده حتى خطاب ديني اللي هي حركه رشاد، يقول لك هذه راهم ارهابيين وراهم داو. بعد تسمع وزير الشؤون الدينيه والاوقاف يوسف بن مهدي يلقي كلمه، هذا يجي يلقي كلمه ويقول لك ان الخطاب الديني يهدف الى حمايه الجزائر. صاحبي هذا شيء جديد، حكوا تقولوا هذا يوصلنا للحرب الاهليه، وممنوع تخلط الدين بالسياسه، وممنوع دير خطاب الخطبه تاع الجمعه فيها السياسه، وممنوع تدرس في الجامع وتكلم على السياسه وتكلم على الفوارق الاجتماعيه وعلى والو، ما يلزمش خلاص تدخل السياسه. درك تقول لي الخطاب الديني راهو يحمي الجزائر، يقول لك كان ولا يزال يهدف الى حمايه الجزائر، لا سيما في ظل الرهانات التي تواجهها حاليا بسبب ثبوتها على مواقفها الراميه الى مسانده الشعوب المستعمره. اروح انت وافهم، اروح انت وافهم. دونك اللي حرام مع الاخرين يعني على الشعب، على الاحزاب السياسيه، حلال على النظام. وداير الشيء اللي لاحظناه يعني في سنوات جمرو لما دخلوا قادة الفيس الحبس، ودخلوا مشاكل قادة، دخلوا مناضلين، دخلوا مواطنين، دخلوا من الحبس، قال لك لأنهم يستعملوا الدين في السياسة. خلاو حركة حماس اللي بعولات اسمها حمس، خلاوها تنشط، خلاو حركة النهضة تنشط، خلاو أحزاب سياسية دينية تنشط، ما قالوهمش لا. أما الفيس لأنه غلبهم في الانتخابات، لا ماذا؟ شوف يعني كيفاش هذا النظام يتعامل بطريقة متناقضة مع المقومات الدينية. احنا الدين هذا يا اما تعمل به ما تعملش به. اذا لما استعملوا الفيس واستعملوا جزء كبير من الشعب وراح تخل معك في انتخابات وغلبك، لا لا ما نلعبش. لو الفيس ما داش 30 في ما داش الاغلبيه، خلي يقولوا 30% كما كانوا دايرين حسابهم، راهم يخلوه الناس ما دخلتش الحبس. لكن هما لا، يلزم كل شيء يكون مزور، كل شيء يكون مدبر.
أول مرة ما تزورت الانتخابات شفنا النتيجة، والشعب اللي صوت ذاك الوقت بالفيس، وهذا يعني يحضر الإخوان تاع الفيس على بالهم، أنه كان كانت انتخابات لمعاقبة النظام، حتى اللي ما كانش فيسيست يفوتي للفيس ضد النظام باش يطيحوا النظام بالانتخابات. نظام ماذا ما يطيح؟ لا بانتخابات، لا بالملاحة، لا بالحراك، لا بالسلمية. شوفوا النظام ماكر، هذا نظام ماكر، هذا نظام اللي يلزم له الشعب يوقف كرجل واحد. قال ما ناش رايحين، ما ناش نايفين من الشارع غير رحتوا انتم، هذا الحل الوحيد. وانا متاكد انه لو يحصل هذا الجيش، لا تروب نتكلم على قوات الجيش، العصابة القيادة العسكرية ما يخرجهمش من الشارع، يخاف انه لو يخرجهم من الشارع يدوروا عليهم، ما عندهمش ثقة فيهم. القيادة العسكرية ما عندهاش ثقة في الجيش الوطني الشعبي، لانه افراد الجيش الوطني الشعبي هم الاولين اللي شاهدين على فساد الجنرالات والقيادة العسكرية وعلى كل ما هو يسيء للجزائر. أنا هذا اللي ما عمر ما يثقوا فيهم. دونك الخطاب الديني إذا هو في الدين العصابة مليح بيجوز، إذا ما هو في الدين العصابة لا. يعني يجي نهار وما يبقى لكم لا خطاب ديني ولا خطاب سياسي ولا غيره. شوفوا واش راهم دايرين الأمريكان في الجزائر، وفي الأمريكان شرع داب الجزائر، فهذا بعد الجنجل.